الخبر الاول اللي عدنا عن اسو وصول قناتها باليوتيوب ل 3 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايب ان تباركونا بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني. فجوان نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات على من خلاله انه راح ينزل مقطع الساعه 6 ويقول بي انه كل شيء صادم صار بالفيديو، فين ممكن تقوي بيسان وما خصوا اثنيناتهم حاليا بالمانيا. ما ادري صراحه احطكم الستوريات تشوفوها. مساء الخير حبايبي، انا حد الان مو نايم، عم بشتغل على شغل جديد، كنا جاهزين، في عندنا مفاجآت من نص اوروبا. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو انس وبيسان، فانس وبيسان نزلوا على حساب انس بالانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوري تعلن بخلالها على اغنيته هو بيسان، المفروض تنزل بس وصل قناته 2 مليون حسب ما اعلنوا بالسابق، انس شايب قال انه حينزل مقطع باليوتيوب ويشرح بهذا الموضوع، وشو وقت راح تنزل الاغنيه؟ بالنسبه لاغنيه خف علينا، راح احكي لكم على اليوتيوب شو نهايه الحكي اللي شو راح يصير وشو الاتفاق وشو راح نتفق انا وياكم، وهسه احنا جايين على المول نتعشى لانه كثير جوعانين. فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات المقطع منهم متحمسين اكثر من محمد جواني وانس بيسان. الخبر الثالث اللي عدنا عن اسو ليش صارت تبكي، بس نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات واضح انها كانت حزينه وصارت تبكي. اما اللي سأل عن السبب تذكرت بانه قبل سنه هي كانت تتابع مسلسل اسمه ناروتو، ولكن واضح انه اختفى او انه انتهى يعني. يا مكشي قهر، حروح اخذ الشاور واقعد وخلي مكياج على مود انسى القهر، هذا هو. اصبحي علي والله شو اسوي. فاكتبوا لي حبايب بالكومنتات شاركوا هذا الخبر. الخبر الخامس اللي عدنا عن وسام تكت وسفره، فوسام تكت نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات من داخل المطار ولا من خلاله انه هو راح يسافر، ولكن ما حدد بالضبط. فاكتبوا لي حبايب بالكومنتات وين تتوقعون حيسافر؟ هل ممكن انه يروح يسافر لالمانيا ويلتقوا يا بيسان جواني؟ الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم متابعين بيسان وانس شايب على نارين بيوتي. نارين نزلت على سبب الانستغرام هذا البوست اللي كان بهذه الصوره، لنوعا ما هذه الصوره كان طالعه بطنها وشويه من جسمها، فكل الكومنتات اللي جت عليها صاروا يتهجمون عليها انت مسلمه وبتخافي من ربك ومن هذا الكلام. فهذه الصوره يا حبايب قدامكم، اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شنو تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. وبس والله صارت المقطع، من المقطع عجبكم تحطون لايك، شاركوا بالقناه، شاركوا فيزياء مقاطع من القصص، وبس مع السلامه.